فرنسية أولى إعدادي إيكوتي سيكسبريمي يعني تسمع وتعبر ياك. المهم عندك هنا نشوفوا غير الكلمات خاص تعقل عليهم. كاين هنا عندنا لي زوبجيكتيف كما قلنا من قبل هما الأهداف الأهداف كومبروندر ان كونت اي لو لير دين مانيير اكسبريسيف يعني انك تفهم واحد القصه ياك تفهم واحد الروايه اي لو لير ياك وتقراها ياك اي لو لير سي لو فيرب لير يعني قراءه دين مانيير يعني بطريقه ياك دين مانيير اكسبريسيف اكسبريسيف تنقولوا على شيء هذه وصف لي شيء دابا اون مانيير هنا راه اون مانيير يعني راه فيمينه هذاك الشيء قلنا اكسبريسيف كون كانت عندنا شي حاجه هنا ماسكيلا غنقولوا اكسبريسيف ياك غتكون عندنا اف هنا في بلاصه في غنحيدو هاد او كان هاد الوصف اللي مذكر لا قلنا اكسبريسيف ياك ولكن مادام هاد اون مانيير يعني هاد لا مانيير مؤنث اذا الوصف ديالها غيكون بهذه الطريقه اكسبريسيف المهم اكسبريسيف اكسبريسيف جايه من كلمه اللي هي ليكسبريسيون ليكسبريسيون هي العباره اذا تفهم الروايه وتقراها اي لو لير دين مانيير يعني بطريقه معبره يعني انك تقراها بطريقه معبره ماشي غير تقراها غير بحال الاله فهمتي يعني انك سامع السامع اللي غيسمعك تعرفك بانك تحكي هاد القصه وكانك تحكيها من داخلك فهمتي يعني وقت يحسك بان تحسك بانك باغي توصل افكار معينه رغم انك تقراها فهمتي رغم انها ليست افكارك يعني هي مجرد قصه مجرد روايه ولكن قراءتك تاتي بطريقه تعبيريه ميموريزي ان كونت اي لو ريستيتوي ميموريزي ان كونت يعني ميموريزي سي الفيرب ميموريزيك يعني انك تحفظ هي اللي جايه من كلمه ميموار ياك ميموار اللي هو مكان الحفظ فهمت نقولوا كارت ميموار يعني شنو هي كارت ميموار يعني هذيك البطاقه الحفظ ياك تحفظ فيها شي حاجه دير فيها فيديوهات دير فيها تصاور دير فيها اي حاجه اذا ميموريزي يعني انك تحفظ ياك ان كونت يعني واحد الكونت يعني انك تعقل عليها فهمتي انك اذا طلب منك سردها مره اخرى فانت تستطيع ان تحكيها للسامع ياك دون ان تراها مكتوبه ياك اذا ميموريزي ان كونت اي لو ريستيتوي لو ريستيتوي لو ريستيتوي يعني انك تعيدها لاصلها فهمتي انك ترجعها لاصلها المهم ريستيتوي ان كونت انك تعيدها لاصلها انك تحكيها بالطريقه الاصليه التي رويت بها اول مره ياك اذا لو غوا دي زوازو اللي تهمنا في هذا الشيء كله هو هذه القصه هذه اللي غنشوفوا دابا ياك لو غوا دي زوازو يعني شنو هو لو غوا دي زوازو ملك ملك الطيور ملك الطيور اذا لو غوا هو الملك دي زوازو يعني دي للطيور ياك لي زوازو سو ريونيغ سي الفيرب سو ريونيغ ياك اذا لي زوازو عندنا الطيور اجتمعت سو ريونيغ ليست هي التي جمعت شيئا اخر لي زوازو سو ريونيغ يعني ان الطيور انها اجتمعت يعني هم الذين اجتمعوا بانفسهم هم الذين جمعوا انفسهم اذا اش نقول سو ريونيغ ولكن لو ان هاد لي زوازو جمعوا شيئا اخر اش نقولوا لي زوازو ريونيغ كلكو شوز ياك انهم جمعوا شيئا ما ياك اذا لي زوازو سو ريونيغ ان جور بور شوازيغ ان روا يعني انهم اجتمعوا في يومين ياك بور شوازيغ يعني لي اختيار تنعرفوا بان الاختيار هو لو شوا ياك لو شوا عند اكس ياك اذا لو شوا هو الاختيار اذا لو فيرب اللي جاي من هذا الاختيار هو ليختاروا بور شوازيغ ليختاروا
ولكن هنا ماشي فيها اللغة ليختاروا كما عندنا في اللغة العربية أنها مصرفة. هنا شوازي يعني الفعل يبقى في أصله غير مصرف. إن الفعل غير مصرف هنا ياك، علاش؟ لأنه جاء بعد بوغ. أي فعل تيجي بعد بوغ تيكون ما مصرفش، يعني ما تندخلوش عليه إيل نو فوق دا إلى آخره، يعني ما تتغيرش. إذن لي زوازو سو غيوني غان جور بوغ شوازيغ أن روا، يعني أنهم اجتمعوا لاختيار ملك. إي لون فا دو تو لي بي، يعني أنهم جاؤوها، يعني جاؤوا لهاد المكان ياك. إي لون فا سي لو فيرب، شمن الفيرب هذا؟ سي لو فيرب فونيغ. كاش مصرف؟ في الباسي؟ باسي سامبل. باسي سامبل. إذن إي لون فا دو تو لي بي، يعني جاؤوها من كل من كل البلدان ياك. دو تو لي، دو تو لي لي طاي، يعني من جميع لي طاي. شنو هما هي القامات؟ لا طاي تقول كلي فوتغ طاي. شنو هي القامه ديالك؟ شحال الحجم؟ لا شحال الطول ديالك او شحال العرض ديالك الى اخره؟ لا شحال الحجم ديالك؟ لا الحجم بوحدو. الحجم تاعي لو فوليم، يعني شحال الداخل ديالك من متر كيب او سنتيمتر كيب الى اخره، او شحال من مليطر ياك. هذه تنعبروا بها غير الطول لا طاي ياك. غالبا تنقدروا نطلقوا على شي كسواق شنو هي لا طاي ديالها، او مثلا على شي صباط او شي ياك، او شي صنداله الى اخره ياك. اذا الحذاء ممكن نعبروا على باش نعرفوا واش غيجي قدك ولا يجي قد الاخر ياك. خاصنا نشوفوا لا طاي ديالو ياك، نشوفوا لا طاي ديالك انت باش نقدروا نختاروا. المهم اذا هاد الطيور جاوا من جميع الاحجام اللي بغيت تقول بهذه الطريقه اللي بغيت تقول انت. معنا ممكن ندخلوا جميع الاطوال، المعنى اللي قلت انت من جميع الاحجام غتجي صحيح هذه العباره، ولكن لا طاي المقصود بها الفرنسيه هنا هذا المعنى، فهمتي؟ ولكن ممكن نعبروا عنها باللغه الفرنسيه الكلمه الصحيحه هي الاحجام ياك، يعني الطيور الصغيره والمويان والكبيره الى اخره، يعني ان الطيور جاوا كلهم. اي دو توت لي كولور، يعني ان جاوا جميع الالوان، الاسود الاحمر الازرق المزركش الى اخره. كي سوغي غوا، يعني من الذي سيكون من الذي سيكون ملكا. كي سوغي غوا، من الذي سيصبح ملكا. اذا نضرب الفيرب افوار، سي الفيرب اتر، من الذي سيكون، من الذي سيكون ملكا. ليغل بروبوزا لو بلي فور، يعني ان ليغل شكون هو؟ هو النسر ياك. النسر بروبوزا، بروبوزا سي الفيرب بروبوزي، يعني اقتراح. اذا هو اقتراح، تشوف هنا في الباسي سامبل. لو بلي فور يعني الاكثر قوه، علاش؟ حيت غتجي من جهته. قال لهم اللي عنده اكبر قوه هو اللي خاص يكون ملك. لوتريش لو بلي رابيد، لوتريش شنو هي؟ لوتريش هي النعامه. للاشاره كاينه لوتريش تنطلقوا ايضا على النمسا ياك، الدوله. المهم لوتريش لو بلي رابيد، يعني تتقول لي قالت لهم اللي تجري بزاف الاكثر سرعه. قالت لهم اللي عنده السرعه هو اللي خاصو يكون ملك. لو باو، شنو هو لو باو؟ هو الطاوس ياك. لو بلي غاسيو يعني اللي زوين وكذا الى اخره، الجميل. الجمال. لو غوسينيول لو ميور شونتور. اذا لو غوسينيول شنو هو؟ هو العندليب. قال لهم شكون اللي تيغني مزيان؟ لو ميور شونتور يعني احسن مغني ياك. جاي من الفيرب شونتي، شونتي هي غنى. ابخي ان بو طاباج، يعني ابخي ان بو طاباج. لو طاباج هو شنو هو لو طاباج؟ لو طاباج هو البغوي، يعني انهم داروا واحد الصداع، فهمتي ولا لا؟ يعني من بعد واحد الصداع شنو غيوقع؟ يعني تنقولوا فاكارم، فهمتي؟ ابخي ان بو فاكارم، يعني فاكارم يعني الصداع، يعني من بعد ما لا نديرو هذا لا نديرو هذا لا نديرو هذا. اذا ابخي ان بو طاباج، يعني من بعد واحد الصداع داز جميل بحال بغيت نقول بهذا المعنى. الفي دي سي دي، الفي دي سي دي انهم قرروا، فهمتي؟ الفي دي سي دي يعني انهم قرروا، يعني قرر بهذا المعنى. الفي دي سي دي عندنا هنا تشوفها مبنيه للمجهول، يعني قرر. كو سوغا غوا يعني
بأن من يكون ملكا لوازو الطير كي فول غير لو بلي هوك ياك لو بلي هوك، يعني قالوا بأن من يكون الملكة هو الطير الذي يطير أكثر علوا لو بلي هوك، فهمتي؟ يعني أن الطير الذي سيعلو كثيرا في السماء هو الذي سيكون ملكة. سيغ أن سينيال، أنا بدأت جملة جديدة تشوفنا بدين ماجيسكيل، سيغ أن سينيال يعني على وقع واحد السينيال. شنو هو لو سينيال؟ امون سينيال اشاره. اذا على واحد الاشاره، سيغ ان سينيال يعني على وقع الاشاره بمعنى اخر. سيغ ان سينيال لي زوازو بارتير فير لو سييل بلو. اذا لي زوازو بارتير فير لو سييل بلو، ان الطيور بارتير يعني ذهبوا ياك، تنقولوا ils sont partis يعني انهم ذهبوا، هم ذهبوا. c'est le verbe partir. اذا partir كما تشوفنا لو verbe partir زدنا له ان تي باش نبينوا بانهم الذين ذهبوا، فهمتي؟ اذا لي زوازو كلهم الطيور الذين كانوا في نقاش وفي في جدال الى في جدالات حول من سيكون ملكا، واتفق في الاخر على ان من الذي بان الذي سيطير اكثر علوا ياك هو الذي سيكون ملكا. اذا لي زوازو بارتي انطلقوا فيغ لو سييل يعني نحو السماء، بلو يعني الازرق، فيغ لو سييل بلو. لو موانو هذا طير ياك، لابي هذا طير اخر، لو غوسينيول هذا طير اخر، لو شاردوني، لو شاردوني فيغ يعني هذو كلهم طيور. فيغ بحال بغينا نقولوا حنا سون بيانتو فاتيغي، هذا لو فيرب اتر ياك، إذا مصرف في باسي سامبل يعني يعني أصبحوا بيانتو بعد ذلك فاتيغي. بيانتو يعني بعد هذيك اللحظات. فيغ بيانتو فاتيغي يعني كيفاش أصبحوا لا متعبين. فاتيغي هي متعبين ياك، أنهم تعبوا. فاتيغي هنا تشوف هنا أدجيكتيف يعني أن وصفناهم بأنهم متعبين. إذن أصبحوا بعد ذلك متعبين. لو كوربو، لو كوربو شنو هو لو كوربو؟ هذا معروف عندك الطيور اللي معروف شويه ياك. لو كوربو هو الغراب ياك، الغراب اسود، داك الطير الاسود ياك. ديسوندي سيرفر ديسوندغ يعني نزالة. اون فوزون يعني فوزون هي فيغ جاي من لوفر فيغ يعني عاملا، يعني انه عامل شيئا ما. مدى عميلة يعني بمعنى آخر أنه نزل وهو يعمل شيئا من مدى كان يعمل كوا كوا كوا، فهمتي؟ يعني بدأ يصرخ ياك، يعني بالصوت ديالو كوا كوا، يعني أنه نزل وهو يقول هذا الكلام يعني كأنه يعمله، فهمتي؟ لي غونديل، لي غونديل تعرف هو السنونو، هذا داك تنقول حنا خطاف الشعر، داك الطير السريع. اوفول غابيد يعني اوفول غابيد يعني بالطيران السريع. فولي هي طار ياك، كاينه فولي فعل اخر هي سرقه. المهم يعني اوفول، لوفول هو الطيران، اذا اوفول غابيد يعني الطيران السريع، بالطيران السريع يعني هذا الطائر المعروف بطيرانه السريع. سافوا يعني اعترف، اعترف. افوي هي اعترف، إذا سافو وهي اللي هو اعترف. فانكي، فانكي يعني مربوح. فانك كيلكا أنك تربحه، ولكن هو الذي ربح يعني هو يعني أنه مربوح يعني أنه خاسر، فهمت ولا لا؟ والذي هزيم. يعني اعترف بأنه مهزوم، فهمت ولا لا؟ فانكي يعني أنه مربوح يعني أن آخر هو الذي ربحه، فهمتي؟ إل نو غيستا بلي دون لازور يعني لم يبقى. سيرفر بغيستي إل نو غيستا بلي لم يبقى بالمرة دون لازور يعني في الزرقة. شنو الزرقة؟ إل نو غيستا بلي دون لازور يعني لم يبقى بالمرة في الزرقة في السماء يعني في السماء. كولاغل يعني لم يبقى إلا النسر، حيت هو قوياك.
il ne reste plus dans l'azur que l'aigle. يعني لم يبقى شيئا في الزرقاء إلا النسريك أوزيل بويسونت، يعني بالأجنحة القوية، يعني بالجناحين القويين، يعني أوزيل هيك أوزيل بويسونت. هذه بويسونت يعني وصف، فهمتي؟ تنقول على شي حاجة بأن بويسونت يعني قوية، جاية من واحد الكلمة هي لا بويسونس، القوة لا بويسونس، فهمتي؟ تنقولوا مثلا هاد السيارة شحال لا بويسونس ديالها، شحال القوة ديالها، فهمتي؟ هاد الموتور شحال، هاد المحرك كم قوته، فهمتي؟ تنقولوا كيلي لا بويسونس دو سو موتور مثلا، ياك؟ يعني اشنا هي القوة ديال هاد المحرك. إذن لازور يعني إنو غيست أبلي دون لازور كوليغل أوزيل بويسونت، يعني إلا النسر بالأجنحة القوية بفضلي لوازوق مونتي، ياك؟ هاد لوازوق يعني هاد ليغل يعني الطير يصعد، مونتي هي يصعد، ياك؟ سيرفر مونتي، مونتي ليسكالي أنك تطلع في الدرج، فهمتي؟ إذا هو يصعد في السماء، ياك؟ إذا لوازوق مونتي، يعني الطير الذي ذكرنا قبل قليل اللي هو النسر، مونتي توجور، يعني دائما يصعد. في حين أن الطيور الأخرى قد تعبت، ياك؟ إذا مونتي توجور، بيان سور إلى الطغوة، بطبيعة الحال كان ملكا، علاش؟ لأنه هو الذي حقق هذا الشرط، من الذي سيصعد الأعلى في السماء هو الذي سيصبح ملكا، ياك؟ إذا الإطغوة، بيان سور بطبيعة الحال الإطغوة، مي أن كويكوي لو في تريسيير. فهمتي؟ ولكن واحد كويكوي، شنو هي كويكوي؟ يعني واحد الصوت بهذا الشكل، مي ان كويكوي صوت مجهول بهذا المعنى، مي ولكن صوت مجهول سمع بهذا الشكل، مي ان كويكوي، ولكن احدى الكويكوي بهذا المعنى او شيء من هذا المعنى، ياك؟ ان كويكوي لو في جعله سيرفر فيغيك، جعله تريسيير يعني يرتعش، تريسيير ياك، يعني ان هذا النسر الذي صعد الى الاعلى وكل الطيور نزلت يسمع صوت اخر الى جنبه، ياك؟ كي دونك شونتي بليهو، يعني من الذي يغني، ياك؟ أكثر مني علوا، كي دونك شونتي، من الذي دونك هي إذن، كي دونك من إذن شونتي يعني يغني، كان يغني بلي هو يعني أكثر علوا، بلي هو يعني من الذي يغني في مكانين أعلى، كلوي يعني من الذي يغني، ياك؟ بلي هو كلوي يعني يعني في مكانين أعلى منه، بلي هو يعني أكثر علوا منها، هذه المعنى ديالها، بلي هو يعني أكثر علوا كلوي يعني منه، يعني من النسر، ياك؟ يعني من الذي يغني، ياك؟ بلي هو يعني أكثر علوا منه، يعني في مكان أكثر علوا منه، ياك؟ سيتي أن تو بوتي وازو، قال كان سيتي، إنه كان، ياك؟ إنه كان أن تو بوتي وازو، يعني إحدى الطيور الجد صغيرة، قالك لو بلي بوتي دو تو، الأصغر، الجد أصغر من الكل، فهمتني؟ لو بلي بوتي دو تو، يعني من الكل، يعني من جميع الطيور، لو بلي بوتي دو تو، كي نايون بور فورس كو لا غوز، الذي كي الذي نايون بور فورس، ياك؟ نايون بور فورس يعني لم يكن له من القوه كلا غيز الا الحيله، فهمتي؟ كي نايون بور فورس الذي لم تكن له من القوه، كي نايون بور فورس كلا غيز الا الحيله، نايون بور فورس كلا غيز يعني لم يكن له من القوه الا الحيله.
c'était au départ installé sur son dos. يعني كل كان في البداية c'était au départ يعني في البداية le départ هو البداية هو الانطلاقة le départ. إذن كان عند الانطلاقة installé يعني أنه تموضع sur son dos يعني على ظهره يعني على ظهر النسر ياك ولم ولم يأتي إحساس بأن شيئا ما فوق ظهري لدرجة لماذا لأن الطير كان صغيرا كان جدا صغير ياك كان جدا صغير il fallait bien le reconnaître ياك il fallait bien le reconnaître هو يعني كان من المتوجب جيدا الاعتراف به ملكا le reconnaître هو ياك il fallait bien le reconnaître هو mais elle était ce petit qu'on l'appelait le petit roi ولكن كان جد صغيرا بحيث ان كان ينادى بحيث كان ينادى le petit roi الملك الصغير او غواتلي او غواتلي غواتلي هو الملك الصغير يعني مليك فهمتي كانوا ما كانوش يسميوه ملك كانوا يسميوه مليك يعني كان ملكا صغيرا او مليك بحال دابا تنقولوا ابن صغير او بني تنقولوا منزل صغير او منيزل مثلا ياك اش نقولوا مثلا كاميونيت هذه المعنى ديالها كاميو كاميونيت او غواتليت يعني مليك هذا المعنى اذا هذا هو القصه ديال هذا الطيور وكيفاش ان هذاك الطائر الصغير يعني انه تموضع فوق ظهر النسر وعند الانطلاقة يعني كان هذا النسر هو الذي يصعد بالطائر الصغير وعندما عادت جميع الطيور يعني متعبة فإذا بالنسر وفي الوقت الذي ظن نفسه سيربح المعركة فإذا به يسمع صوت فوق منه يعني كويكوي وفي الأخير اعترف بهذا الطائر الصغير ولكن لم يلقب ملكا بل مليكا يعني او ملكا صغير هذه القصه ديال هذه